طيب انت نفسك تحققي ايه في المجال ده اكتر يعني في الفترة الجاية؟ لا نفسي بقى الموضوع ما يبقاش ما يقتصرش على الأغاني بس، يعني نفسي أعمل عرض مسرحي للسم بس، يعني أنا ده دلوقتي بقى ده اللي أنا عايزة أعمله، أقدر يعني عايزة أوصل لهم مسجز أكتر بشكل غير الأغاني، يعني غير بقى الأغاني، يعني مثلا حد بيحب حد وعايز يقول له حاجة، مش لازم أغنية بس، لا ممكن يبقى كلام بشكل معين عبر عن اللي جواه احنا، رسائل يعني. مسجز بالظبط كده.